مستمعينا، في ظل التطور التكنولوجي المستمر، أصبحت الأنشطة الاحتيالية عبر الإنترنت أكثر تطوراً وتعقيداً. أكيد هالشي بشكل تحدي كتير كبير، إن كان للأفراد أو للشركات على حد سواء. يمكن لهالسبب اليوم خلينا نستضيف الدكتور خالد الشمراني المتخصص في مجال الأمن السيبراني لحتى نعرف أكثر عن هذا الموضوع، عن الاحتيال الإلكتروني والوظائف الوهمية. دكتور أهلا وسهلا فيك معنا دكتور خالد. حياك الله وتحية لكم والجميع المستمعين. يسعد نهارك. خليني بداية أسألك عن أهمية الأمن السيبراني بالعصر الحديث، وكيف بيرتبط بمجال الاحتيال الإلكتروني والوظائف الوهمية. جميل. أول شيء، الأمن السيبراني هو منظومة خلنا نقول تساعد في الإبحار رقميا فيما يتعلق بالتقدم التقني اللي تشهد المملكة العربية السعودية والعالم. نعم. أما لما نتكلم اليوم عن الاحتيال الإلكتروني والوظائف اللي أشرتوها، لابد أن هو حاجة الوصول أي شخص غير مصرح له المعلومات الشخصية، هذا يعد خطر كبير، بحيث يمكن استخدام هذه المعلومات لسرقة الهوية والاحتيال المالي وغيرها من الأنشطة الظاهرة. عشان كده دائما نقول إحنا الحماية الفعالة للبيانات الشخصية هو أمر حيوي لتجنب مثل هذه المخاطر المعنية ب الاحتيال الإلكتروني وغيرها. نعم. طب شو هي أكثر أنواع الاحتيال الإلكتروني شيوعا اللي لازم ينتبهوا منها إن كان الشركات أو الأفراد يكونوا على دراية فيها؟ جميل. طبعا عندنا إحنا أنواع الاحتيال الإلكتروني ممكن تشمل هي سرقة الهوية، نقصد فيها أنه والله ممكن ينتحل شخصية أخ أو صديق أو أب أو أم. أيضا النوع الثاني اللي هو احتيال عبر البريد الإلكتروني، ممكن تجي رسائل بعنوان أنك مبروك تم قبولك في الوظيفة الفلانية، نأمل منك إكمال البيانات، وبالتالي يعني بطريقة أخرى نوع من الاحتيال الإلكتروني يمرر عن طريق البريد الإلكتروني. أيضا الاحتيال المالي، ونقصد فيها مواقع مزيفة تدعي أنها مثلا للشركة الفلانية أو للموقع خلينا نقول الحكومي الفلاني وهكذا. كل هذه الأنواع يعني هدفها الأول والأخير يعني أنها تستغل بياناتك الشخصية لكي نمرر ما نسميه بالهندسة الاجتماعية. نعم. يعني شو الهندسة الاجتماعية؟ اليوم في ناس عم يسمعونا ودايما بنسمع هالجمل أنه بده يسرق معلوماتي، يسرق، يمكن ما عندي شي ياخده، يمكن يحط لي مصاري مش ياخد مني قد ما أحوالي. شو خطورة الوصول للمعلومات واختراقها اليوم بالمملكة العربية السعودية؟ بشو بيستغلوها إذا حدا قدر يحصل على هويتك؟ وهل في مجال لاسترجاع الأشياء اللي بتم سرقتها، أو كيف بتم الوضع؟ طيب جميل، خلينا بس ناخذ الشق الأول من سؤالك. خلينا نقول اللي هو إيش الهندسة الاجتماعية. أنا أحب دائما أعبر بها بمثال. خلينا نعطي مثال سريع. تفضل. اليوم لو قدرت أصل لبيانات سين من الناس، هذه البيانات قد تمس مثلا أشياء خاصة، مثلا مكان سكن منزله، الشارع اللي أمام منزله، وين يقطن في أي حي. هذه كلها ممكن أنا أستخدمها في عملية خلينا نقول شن هجمة باستخدام الهندسة الاجتماعية بهذه البيانات. مثال، يتصل علي رجل مثلا من وزارة الداخلية يقول لي معاك فلان الفلاني، وأنت تعرضت لاحتيال بنكي، نبغى منك البيانات هذه في أقرب وقت ممكن لكي نعالج إشكالية. طبعا احنا نعلم انه الى الان وصل بنا الحال من ناحيه الجانب التوعوي انه يقول لك لا، احنا اكيد انك انت رجل يعني تبغى تريد تمارس الاحتيال. فايش يسوي الطرف الاخر؟ يقول تعال ترى انا اعرف من انت، واعرف اين تسكن، واعرف اسم الشارع اللي امامك، تبغاني اقول لك وين انت الان؟ نعم. هنا تاتي الصدمه، وهذه احدى اساليب الهندسه الاجتماعيه. نعم. اما الامر تفضلي. صحيح صحيح، يعني الواحد يمكن بيكونش منتبه لاهميه هذا الموضوع. صحيح صحيح. أما كيف ممكن نحن يعني خلينا نقول نفرق مثلا بين حساب رسمي وحساب مزور؟ صحيح. أنا أعالج نفسي وأحمي نفسي من الاحتيال الإلكتروني. أول شيء إحنا دائما نوعد أنفسنا في الأمن السيبراني على ما نسميه بتثقيف المستخدم، وبالتالي نرفع الوعي خلينا نقول أثناء الاستخدام خلينا نقول المستخدم للجانب الرقمي بشكل أنواعه بشكل أنواعه. مثلا من الجوانب الأخرى ممكن نوعي نقول له استخدم كلمات مرور قوية، تحقق من صحة الروابط، الرابط يعكس الخدمة. اليوم خدمة مثلا
ابشر، لابد ان يكون الاسم يعكس الخدمه اللي تقدم، لابد ان يكون الموقع بطريقه اخرى اسمه مشابه. عندكم مثلا في ام بي سي الموقع لابد يشير لشيء اسمه مثلا ام بي سي وهكذا. نعم طبعا اخر شيء ممكن نثيره بحكم اني كثرت النقطه المهمه هنا، عشان نفرق احنا بين حساب رسمي ومزور، اول شيء في منصات كثيره منها تبين منصه سعوديه بامكانك نعم تاخذين هذا الرابط وتحققين ما اذا كان الموقع هذا يشير لنفس الخدمه المقدمه او الشركه المقدمه او الموقع الرسمي، هذا امر ممتاز. ايضا لابد ان احنا نقرا شويه، هل الموقع هذا يحكي بطريقه اخرى يعني ما يقدم من خدمات؟ يعني شركه مياه المفروض يقدم الموقع يكون مشابه لاسم شركه مياه. ايضا ننظر لتصميم الموقع، هل الموقع فيه اخطاء املائيه لغويه؟ هذا يدل بطريقه اخرى انه هذا الموقع انشئ لغرض احتيالي. نعم طيب اليوم الناس اللي عم يسمعونا، في نصائح معينة في هذا الخصوص خصوصا، أو شو الإجراءات عادة لا قدر الله الواحد تعرض لنوع من الاحتيال الإلكتروني، شو الإجراء المباشر اللي بعده بعد ما سكر التليفون أو بعد ما حس إنه في شي غلط؟ شو ممكن يعمل وقديه فيه يحمي حاله من اللي ممكن يصير بعد التبليغ، ووين فيه يبلغ؟ جميل، هذا السؤال دائما يعني خصين احنا نسمع هذا السؤال من كثير، فانا احب اجاوب على نفس خلينا نقول الليفل او مستوى المتناقض. نعم اول شيء صحيح المقوله اللي تقول انك تغلق خلينا نقول الجوال، هذا امر صحيح. ايضا تغلق اذا كان الاتصال بواي فاي او اتصال بالانترنت، هذا امر صحيح وايجابي وحيد ذلك، وبالتالي نقطع التواصل بيننا وبين هذا المحتال. نعم الامر الثاني، انا قبل اني اشغل خلينا نقول اجهزتي واعيد الاتصال للانترنت، اني اغير كلمات المرور الخاصه بي واضيف ما يسمى بالتحقق الثنائي، هذا على الصعيد الشخصي. نعم بعد ذلك ننتقل للجوانب خلينا نقول الرسميه للابلاغ على الجرائم المعلوماتيه. عندنا في المملكه العربيه السعوديه متعدده، سواء كان عن طريق بلاغ تطبيق بلاغ، وايضا عندنا ما يسمى ايضا بالجهات المعنيه زي الشرط وغيرها، بامكانك انت تبلغ عن هذه الجريمه المعلوماتيه، وسوف يعاقب من يعمل على ذلك بما ينص عليه نظام مكافحه الجرائم المعلوماتيه في المملكه العربيه السعوديه. نعم دكتور خالد الشمراني المختص بالأمن السبراني، شكرا جزيلا على وجودك معنا اليوم، يعطيك العافية، شكرا.